عودة لعبشة الصبح في الأهلي، أهلا بيكم مرة تانية. في الفقرة دي هنتكلم عن الاستعدادات اللي بتتم حاليا لبرلين 2023. طبعا يعني انطلقت المسابقات الوطنية للأولمبياد الخاص ومشاركة أكثر من 30 لاعب ولاعبة من هيئات وأفرع الأولمبياد الخاصة في محافظات مصر المختلفة. هنتكلم مع حضراتكم في كل هذه التفاصيل مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في هذه الفقرة، المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص. يا صباح الخيرات على صباح حضرتك، أهلا بيك. أهلا بيك، نورنا يا باشمهندس. هابي نيو يير. علينا كلنا يا رب، فعلا يا رب تبقى سنة حلوة. كلنا محتاجين نبقى هابي نيو يير. احنا خارجين من 2022 برضو ايه يعني زي ما اتقالت اتسلخنا. أيوه، عايزين نشم نفس بقى. وقبليها كورونا وقبليها يعني الحمد لله ان شاء الله خير يا رب. بنتكلم في ملف مهم جدا هنا، وحضرتك طبعا رئيس الاولمبياد الخاص. بس سريعا، طبعا الاولمبياد الخاص ده اللي هو بيبقى من ذوي الهمم اللي عندهم مشاكل، يعني بيسمى عقليا تحديدا. يعني احنا بنقول عليه فكريا. احنا يعني الاولمبياد الخاص دي مؤسسه عالميه غير هادفه للربح طبعا. مهمتها الاساسيه هي رعايه ذوي الاعاقه الذهنيه. احنا عندنا الاعاقات كتير قوي، في اعاقه بصريه، في اعاقه حركيه، في اعاقه سمعيه، قصار قامه غيره، وفي اعاقه ذهنيه. من وجهه نظري ومش تحيز، هي اصعب الاعاقات. لان ايا كانت الاعاقات الثانيه ده شغال وتقدر تتفاهم وتقدر تعمل، لكن الاعاقه الذهنيه الحقيقه بتبقى صعبه شويه. انشئت الاولمبياد الخاص في سنه 68 والنهارده موجوده في 200 دوله. احنا مؤسسه بتاعتنا يونيفاي ايجيبت، مؤسسه مسجله في التضامن. احنا اللي بنمثل عندنا الاكريديتيشن بتاعه الاولمبياد الخاص المصري. الحقيقه احنا بقالنا سنين طويله، ويعني الواحد لازم يقول ان الفضل لوجود الاولمبياد الخاص في مصر كان للسيده ماجده موسى الله يرحمها. الله يرحمها، كانت شخصيه محترمه وقيمه كبيره. انا بحب دايما اذكرها بالخير طبعا، لان هي اللي بدات. ما كانش عندنا حاجه للاعاقه، هي اللي بدات وعملت الكلام ده، والحقيقه مجهودها مازال شغال، واحنا بنكمل مسيره ماجده موسى. طيب احنا بقالنا موجودين في مصر حوالي 20 سنه، اكتر من حاجه و20 سنه. اتعاملنا مع عدد ضخم جدا من ذوي الاعاقه الذهنيه. طب هل احنا بنعمل ايه؟ هنتكلم عن الرياضه حالا، بس احنا كمان الميزه عندنا ان احنا مش مؤسسه رياضيه، ولكن مؤسسه بترعى ذوي الاعاقه الذهنيه من جميع النواحي، اجتماعيا وصحيا ونفسيا، ودمجهم مع المجتمع. عشان كده حتى المؤسسه بتاعتنا لما سميناها يونيفاي ايجيبت، يعني الدمج. لان كل العالم دلوقتي بيقول ان دمج ذوي الاعاقه عامه، بس خاصه ذوي الاعاقه الفكريه في المجتمع وتعاملهم مع الاصحاء، بيفرق جامد جدا في تنميه القدرات بتاعتهم. صح. النهارده المدارس بقت مدارس دمج. كنا بنتكلم من شويه ونهوند في التفصيله دي، وقلنا ان احنا لاحظنا تغيير ملحوظ في المجتمع وفي نظرة المجتمع لذوي الهمم بشكل غير طبيعي. عايز اقول لحضرتك، كان زمان اللي بيجي له طفل عنده اعاقه ذهنيه غالبا بيقفل عليه ومحدش يعرف عنه حاجه. يعني احنا كنا من كام سنه كده بنفتح فرع الوادي الجديد، فاحنا بنعمل كشف طبي كل 3 شهور لحوالي 300 طفل من ذوي الاعاقه. ليه بقى؟ لان ذوي الاعاقه الذهنيه بطبيعتهم بيبقى عندهم امراض اخرى، سواء في القلب او في السمع او في النظر. دي اكتر حاجات عندهم فيها، ان شاء الله يا رب. فاحنا بنعمل كشف طبي لغير القادرين كل سنه. فكنا بنعمل هذا الكشف الطبي في الوادي الجديد، وجات لنا ام معاها بنتها. دايما السؤال الاولاني قولي لنا الطفل بيقضي يومه ازاي. طلع ان هي بتصحيها الصبح، تفطرها وتشطفها، وبعدين تغليلها النبات كده بيطلع في الوادي يعني منوم، عشان تنام لحد بالليل، وبعدين تعمل نفس الحكايه بالليل وتديها نفس المنوم لحد الصبح. مش عارف اتعامل معاها. النهارده لا، مفيش الكلام ده. النهارده لما لعبنا في الاولمبياد الالعاب العالميه اللي فاتت في دبي، كان معانا 3 من الوادي الجديد. ودي كانت حاجه مفرحانا جدا، ان بعد ما فتحنا الفرع بتاع الوادي الجديد، احنا شفنا ولاد في الوادي الجديد لما شافوا الكوره ما عرفوش ايه دي. عمرهم ما شافوا كوره. ايه دي؟ يعني اعمل بيها ايه؟ فالحمد لله. طيب نيجي بقى للرياضات. احنا بنشارك في كل الرياضات او كل المسابقات العالميه. احنا كل 4 سنين الاولمبياد الخاص هي بتتعمل كل 4 سنين زي الاولمبياد العاديه. احنا عندنا 3 انواع من الاولمبياد معترف بيها عالميا. الاولمبياد العاديه اللي احنا كلنا عارفينها، والبارالمبيك، والسبيشال اولمبيكس. دول الثلاث حاجات اللي بيتلعبوا كل 4 سنين. اخر مره الحقيقه ابو ظبي استضافت الالعاب العالميه وعملت فيها مجهود غير طبيعي برعايه الشيخ محمد بن زايد. مصر خدت 81 ميداليه،
وده كان رقم كبير الحمد لله من البعثة بتاعتنا. بنستعد حاليا لبرلين. برلين 2023 هتبقى في شهر يونيو اللي جاي. البعثة اوريدي اتحددت، احنا هنشارك في 15 لعبة من حوالي 20 لعبة، 15 رياضة. البعثة بتاعتنا 109 فرد ما بين لاعبين ومدربين واداريين. بنستعد دلوقتي بعملية الفند ريزنج او يعني السبونسرز عشان نقدر طبعا احنا كل تكلفنا اتكلمنا فيها والله لسه النهارده انا وكريم تاني على موضوع السبونسرز ده، ده لابد منه بصراحه. احنا كنا ماشيين كويس جدا بس طبعا الظروف العالميه خلت حتى الشركات دلوقتي بقت معامله ان شاء الله قبل الاولمبياد هنكون، قبل الالعاب هنكون قدرنا، لان احنا ما بناخدش حاجه من الحكومه خالص. طب معلش ليه ما بناخدش مع السؤال يعني احنا دلوقتي الاتحاد هو بيصرف على نفسه. طيب الاتحاد مختلف عننا شويه. اتحاد العقد الذهنيه هو اتحاد، انتوا مش تابعين ليه حضرتك؟ لا 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 خالص. اوكي لا طب رح يعني حضرتك رئيس الاولمبياد الخاص ده ملوش اتحاد؟ لا ملوش اتحاد، هو المؤسسه العالميه زي اللجنه الاولمبيه كده، احنا زي اللجنه الاولمبيه في الاولمبياد العاديه. ده الصرف فيها ذاتي او سبونسرز. احنا بنصرف من التبرعات بتاع الشركات والمؤسسات والافراد، ده الصرف بتاعنا والحمد لله. طب وليه ما تجوش تحت مظله اخرى؟ احنا تحت مظله التضامن الاجتماعي. لكن ما بناخدش اي دعم من التضامن الاجتماعي. دعم طبعا اداري يعني فايدتها جايه من ايه؟ لا ما احنا لازم عشان يبقى عندك مؤسسه غير قابله للربح لازم تسجل نفسك في التضامن. الحقيقه طبعا. الدكتوره يعني الدكتوره نيفين القباش الحقيقه بتساعدنا في حاجات كتير قوي، بتسهل لنا حاجات في السفر في الحاجات دي، لكن ماديا احنا لحد دلوقتي مكتفيين بالسبونسرز بتوعنا ومكتفيين بالدخل اللي بيجي لنا من التبرعات. الشركات الوطنيه وضعها ايه بقى في حاجه زي كده؟ احنا اكبر سبونسر عندنا هي شركه وطنيه كبرى من غير اسمها بقى. من غير اسمها شركة، بس ده بيبقى مندرج تحت السوشيال سيرفيس اللي اي كده. شركه بتقوم بيه اللي هو بيبقى باي لو باي فورس يعني. وانا بشكر الشركه دي لانها شركه وطنيه تعمل في مجال الاتصالات، ومن غيرها ما كناش هنقدر نعمل كل اللي عملناه ده. طيب هنيجي بقى لحاجتين مهمين قوي. احنا في 2018 خلي بالك برضو 2018 دي كان فيها بطولة كاس العالم العادية. أيوة. وفي نفس الوقت كان في بطولة كاس العالم للأولمبيات الخاصة. بنلعبها برضو في نفس يعني بعد كاس العالم العادي. فإحنا كنا بنمثل منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا في السيدات. للأسف ما مثلناش في الرجال، الإمارات هي اللي خدت الرجال. لكن إحنا كنا بنمثل مصر في كرة القدم للسيدات. طبعا فريق دمج. يعني 60% منه من ذوي الإعاقة و 40% سلام. خدنا الميداليه البرونزيه. ما خسرناش غير ماتش واحد في قبل النهائي مع البرازيل. طلعنا الاول على المجموعه بتاعتنا رغم كان فيها المكسيك وكان فيها الهند وكان فيها بلاد قويه. طلعنا يعني الاوائل. لعبنا في قبل النهائي مع البرازيل خسرنا، لان البرازيل ده تقول لي اعاقه مش اعاقه طبعا يعني جامدين في كل حاجه. لا الكوره دي ما فيهاش هزار هناك والله. وخسرنا 2-1 واحنا اللي بدانا بالتسجيل. وبعد كده كسبنا الثالث والرابع. خدنا ثالث. الحقيقه يمكن كنتوا جايبين الصوره دلوقتي، ممكن نرجع الصور تاني يا جماعه بعد اذنكم. الحقيقه فخامه الرئيس وهتكلم يعني عليه ثواني، ولكن هو الحقيقه كرمنا، كرم البعثه كلها بعد ما خدنا الميداليه البرونزيه. وبالذات دول الاداريين يا باشمهندس. لا ده تكريم تاني خالص، بس اني واي هقول لحضرتك عليه برضو، ده مهم قوي. ده ايه بقى؟ ده كان تكريم لسياده الرئيس. السنه دي مش السنه دي بقى خلاص 2022 الاولمبيات الخاصه العالميه كل سنه مجلس الاداره بيختار شخصيه واحده عالميه، شخصيه عامه يكرمها لجهودها في مجال الاعاقه عامه وخاصه الاعاقه الذهنيه. ف 22 اختاروا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده تكريم 2018. ده الفرقه اللي خدت برونزيه كاس العالم في 2018، وقام السيد الرئيس الحقيقه بتكريمنا واعطانا ميداليه النوت رياضه. ما شاء الله عليهم يعني انا ما اقدرش اقول عليهم مشكله ولو صغيره. لا عايز اقول لحضرتك كمان يعني. عايز اقول لحضرتك ان الميديا الاذاعات والتلفزيون في امريكا دي كانت بتلعب في شيكاغو، فالاذاعات اللي هناك كانوا مستغربين جدا ايه مصر دي، يعني اولا سيدات واعاقه خلاص ومصر تطلع. فالانترفيوهات اللي انا عملتها في التلفزيونات هناك كان كل السؤال ازاي مصر، بالنسبه لهم برضو مصر يعني غير امريكا. لما عرفوا ان احنا عندنا 7 وزراء سيدات كانوا مذهولين. لما عرفوا قد ايه الرئيس بيهتم بهذا الموضوع
فالحمد لله. احنا عندنا من فتره هم اللي مش متابعين بقى محسسيني ان مصر دي يعني الامريكان لا هم عندهم ده طول موضوع قديم قوي يا جماعه قديم الازل رغم يعني ثوره المعلومات والاتصالات لكن كتير جدا منهم ما ده يعتبر يعني مش لا لا انت انا لسه كنت هناك قريب لا شعب قافل على نفسه العالم بالنسبه له هو من الايست كوست للويست كوست ده العالم الباقي ده اذرز انا بكلم واحد في شهر 7 اللي فات في عز الحرب بتاعه اوكرانيا كنت بتعشى مع حد فبتكلم معاه فبقول له اصل من يوم الحرب بتاعه اوكرانيا بقى الدنيا قال لي ايه حرب اوكرانيا انا جالي ذهول وعلى فكره بكلم حد يعني السمه دي معاهم من زمان تفتح التلفزيونات هناك كله على امريكا مفيش حاجه ما بيعملوش اي اكسبوجر بره امريكا انا عايز اسال حضرتك على حاجه لو تسمح لي برضه ليها علاقه بالفئه المحترمه اللي احنا بنتكلم عليها مع حضرتك في اللقاء ده ايه الفرق بين ذوي الهمم المصريين وغيرهم من الجنسيات الثانيه انا اللي خلاني اسال حضرتك السؤال ده ايه ان انا بشوف ان احنا عموما كشعب بشكل عام مقاتل بطبعه يعني احنا في حياتنا حتى اليوميه بنضطر نخوض في تحديات يمكن غيرنا ما يسمعش عنها وما يتخيلش انها واقل الامكانيات يا كريم بنصنع حاجه دي حقيقه بص يا كريم الحقيقه مش تحيز للمصريين عشان انا مصري ولكن انا عشت في 6 بلاد وزرت 61 دوله في العالم طيب وعشت اكتر يعني بالاجابه معنى كلمه عشت يعني اقمت واشتغلت ايوه فعديد يعني 6 بلاد مش مجرد زياره يعني لا مش مجرد زياره زيارات 61 دوله فانا بعتبر نفسي يعني شويه عندي اكسبوجر على الدنيا المصري عامه قبل ما نقول على العقل أيوة. المصري أيوة. عامه عنده ذكاء فطري عنده قدره على مواجهه الصعاب مش موجوده عند حد تاني هديك مثال في الرياضه بما اننا في قناه الاهلي الجميل تلاقي دايما المصريين في الحاجات بتاعت الناشئين بيطلعوا الاوائل ياخدوا كاس العالم مش عارف ايه في ناشئين كورة مش عارف كده امال ايه اللي بيحصل بعد كده؟ لانه بيكبروا اقول لحضرتك هو ده اللي بيحصل ايه اللي حصل؟ ليه بقى؟ في السن ده في السن ده هم تالنتد يعني عندهم قدرات اعلى من الاوروبيين واعلى من الامريكان كله لما بيكبروا بسبب الامكانيات والاهتمام والمشاكل اللي بتبقى موجوده دول بيتفوقوا عليهم للاسف لكن انا لما كنت بشتغل بره ما كنت بشتغل في امريكا يعني كلامك كان بيتقال على ان الطفل المصري من اذكى اطفال العالم دي مش مبالغه ولا افوار ده 100% انا لما كنت بشتغل في امريكا كان حد مره قاعد بيتكلم معايا ففي مشكله كده وحليناها يقول لي ايه هو حضرتك تعليمك كان في مصر تعليمي كان في مصر طبعا هو مستغرب ازاي احنا واضح احنا مش عاملين ماركتنج لنفسنا لا كبير خالص. يعني عايز اقول لك على سبيل السياحه مثلا ادي مثال عندك مثلا لاعب كريم بنزيما وعندك لاعب برونو سافيو بنزيما جه في الصيف كان بيقضي الصيف هنا في الغردقه شوف قد ايه كتب كلام حلو عن مصر برونو سافيو لما جه راح الغردقه هو ومراته وعيلته برده كام يوم واتكلم ان هو في عز الشتاء ان العالم كله شتاء وشوف انت واتكلم عن مصر كلام حلو فواضح ان احنا اللي مقصرين بقى احنا عندنا مشكله في ان احنا هقول لحضرتك حاجه لما كنا في قمه المناخ قابلت صحفيه فرنسيه وقاعدين بنتكلم قالت لي انا بلوم نفسي ازاي لحد النهارده ما سمعتش عن شرم الشيخ دي ايه الجمال اللي عندكم ده فقلت لها ما تلوميش نفسك لومين احمد مش دورك انت مش دورك انت اللي تدوري على شرم الشيخ احنا اللي لازم نوصل لك المعلومه صح فزي نهوان بتقول احنا مقصرين في الدعايه لمصر هقول لك حاجه اكتر من كده الحكومة مقصرة في الدعاية على الإنجازات بتاعتها. يعني ساعات كتيرة جدا تحصل حاجات وتيجي تتكلم مع الناس يقول لك ما أعرفش. لأن ما فيش الماركت، خلي بال حضرتك إنك تعمل تسويق لأي حاجة بتعملها، التسويق مش بس بس دي ترجع لكل وزارة إن هي لازم يبقى في مؤتمر صحفي كل فترة بيتعمل بتتكلم الوزارة عن الأداء اللي هي بتقدمه خلال الفترة اللي فاتت اللونج تيرم والشورت تيرم بلان. طبعاً التواصل مع الشعب ده مهم فدي ده ترجع مهم للوزارات يعني. طبعاً لازم يبقى في مصداقيه عشان الحاجه اللي تتقال ان احنا دايما عشان يعني لما كانوا بيكلموني على الانتخابات ان احنا نعمل انتخابات الكترونيه وبتاع الانتخابات الالكترونيه ممكن في حاله واحده ان الثقه بين الحكومه والشعب تبقى وصلت لدرجه عاليه جدا أيوه. نقدر نعمل انتخابات بس هو الحقيقه برضو كلمه حق لازم تتقال على الاقل في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه او الملف اللي احنا فاتحينه مع حضرتك فيما يتعلق بالتعامل مع ذوي الهمم وبروزه او ابراز انجازاته والاهتمام الرئاسي يعني في هذا الصدد لا غبار الحقيقه شوف يا كريم انا بشتغل مع الجماعه بتوع الاعاقه الذهنيه من 2003 يعني انا بدات 20 سنه دلوقتي بالظبط انا في هذا المجال ما شفتش اهتمام وده انا مش بتاع مجامله يعني الناس اللي تعرفني ما بجاملش بس الحقيقه
الثمان سنين اللي فاتوا اختلفوا، ومش بقول اختلفوا لمجرد ان يعني فخامة الرئيس موجود، ولكن اول مره يطلع قانون 10 اللي هو قانون حمايه ذوي الاعاقه، ذوي الاعاقه عامه، ادى مزايا ما كانتش موجوده قبل كده خالص لذوي الاعاقه، وادالهم حمايه وفرض عقوبه على التنمر بهم ما كانتش موجوده. نمره 2 عملنا او يعني اتعمل كارت الخدمات الشامله بتاع ذوي الاعاقه، هذا الكارت غير حياه ناس كتير جدا. انا عايز استاذن حضرتك واسف للمقاطعه، بس احنا مش هينفع نعدي نمره 2، ممكن نستكملها لاحقا في اي مره حضرتك تيجي تنورنا فيها، لان احنا لازم نطلع فاصل حيث سيرفع الاذان خلال ثواني. صح، فانا يا دوب نلحق نشكر حضرتك على وجودك معانا، جزيل الشكر، والحديث بقيه بطبيعه ان شاء الله يا كريم باذن الله. شكرا باشمهندس هاني، ما لحقناش نقعد مع حضرتك، ده بجد لسه كان عندنا اسئله كتيره، بس حضرتك ده مكانك تحت امركم بجد، وان شاء الله على الاسبوع القادم نعمل حلقه ثانيه. بس بجد خليني اقول شابوه للاداء اللي حضرتك بتعمله، يعني باشمهندس هاني كل ده بيعمله تطوعا، ربنا يوفق حضرتك في اللي جاي كمان. شكرا لحضرتك. فاصل بحضراتكم ونرجع نكمل.